ودلوقتي هيكون معانا زميلنا خالد رزق من معسكر منتخبنا منتخب مصر. صباح الفل عليك يا خالد. الو، صباح الفل عليك يا زميلتي فرح علي، وبرحب على مشاهدي قناه تايم سبورتس في كل مكان. يعني يمكن فرح، خليني اقول لك ان يعني النهارده في داخل معسكر منتخب مصر اكيد اجواء كتير مختلفه، ولكن هبدا من الامس. يمكن كان هناك نص يوم راحه للاعبي المنتخب الوطني، وكان مسموح لهم بالتواجد مع اسرهم واصدقائهم بالتاكيد، ولكن لاعبي المنتخب كانوا حريصين جدا امبارح على متابعه مباراه الكونغو واوغندا اللي انتهت بفوز اوغندا بهدفين مقابل لا شيء، نظرا لاهميه المباراه بالتاكيد لانها هتكون المقابله القادمه لمنتخب مصر مع منتخب الكونغو. خلينا ايضا اقول لك ان يمكن في بعض من اعضاء الجهاز الفني لمنتخب مصر كانوا موجودين في استاد القاهره لمتابعه المباراه على ارض الواقع والتعرف على التفاصيل في هذه المباراه، والوقوف ايضا على نقاط الضعف ونقاط القوه في المنتخب لكلا المنتخبين بالتاكيد اللي هيكونوا موجودين في مجموعه مصر، وكان في تركيز كبير جدا من الجهاز الفني. ايضا يمكن لاعبي المنتخب والجهاز الفني النهارده على وجوههم صرامه شديده جدا وتركيز كبير جدا، خاصه ان خلاص بعد يوم الراحه امبارح رجعوا الاجواء البطوله من تاني والتركيز من تاني عشان يكون في اداء مميز ويكون اداء اكثر ميزه من المباراه الاولى اللي جمعتهم بزيمبابوي. يمكن النهارده كان المنتخب عنده الفطار الساعة 9 صباحا، وبعد الفطار كان هناك مران بالجيم في 11 صباحا، وهم حاليا في توقيت الجيم، وهيكون في تمرين مساء ايضا الساعة 7 مساء على استاد الكلية الحربية. يعني يمكن دي كانت ابرز اجواءنا من داخل فندق الاقامة، ولكن خليني اكد على ان يمكن كان في اثير بعض الكلام على موقع التواصل الاجتماعي حول بعض اللاعبين. كان هناك اجتماع قبل المران في الجيم بين الكابتن ايهاب لهيطة وبين مستر خفير اجيري وبين بعض اللاعبين اللي عليهم الكلام على السوشيال ميديا، وكان في بعض التوجهات في الكلام، ولكن هيكون معانا تفاصيل الكلام بالتحديد من كابتن ايهاب لهيطة في لقاء على تايم سبورت اكيد، ولكن بعد انتهاء مران الجيم وهنعرف تفاصيل اكتر عن اللي حصل امبارح في السوشيال ميديا. يعني دي كانت ابرز اجواءنا زميلتي فرح، وليك الكلمه الان في الاستوديو، تفضلي. شكرا جزيلا الزميل خالد رزق. وزي ما احنا عارفين طبعا يعني مع اجواء اي بطوله بيكون في تسليط ضوء، زي ما دورنا في برنامج 7 في 7 بنسلط الضوء على مواقع التواصل الاجتماعي، ايضا بيكون في نوع من انواع الشائعات بتطول الكل وبتطول الجميع، خصوصا لعيبه منتخبنا المصري علشان بيكون عندهم يعني فانس كثيره او متابعين كثيره على مواقع التواصل الاجتماعي.